Doch, keine Ahnung. Recherchen. طيب، هو في الحقيقة يعني أنت اقترحت العديد من الأشياء. أنت اقترحت الـ ML Flow واقترحت الـ TFX. TFX هو اللي مبني على تنسر فلو، أو يعني ضمن الفريم ورك تبع تنسر فلو. هو فعليا أنا استبعدته لأنه يعني خلاص بدناش إن احنا نكون نعتمد على تكنولوجي محددة. تنسر فلو لا، بدنا إنه بدنا يعني انه بدنا بلاتفورم انه احنا بنشتغل عليها تكون انه بتنفع مع اكثر من بلاتفورم، مع اكثر من تكنولوجي، سواء كانت انه اوبن سورس او على الكلاود اي دبليو اس ولا امازون. ففي الحقيقة يعني اللي انا راجعتهم بشكل دقيق جدا هم هذول الاثنين، يعني الكيوبر فلو والامل والام والام ال فلو. في هذا التشارت بيوضح انه اللي بسبقهم واللي اكثر بوبيلر اكثر شيء اللي هو الاير فلو. والاير فلو بتقف وراه شركه الاباتشي، وانت بتعرف شركه الاباتشي يعني او الاورجنايزيشن او مؤسسه الاباتشي، الاباتشي فاونديشن. انه كثير السوفت وير تبعتها انه هي ستيبل، ويعني انه إنه منتشرة بشكل كتير كبير. يعني حتى خليني إنه أعمل ستوب للشير وأعمل مشاركة للشاشة كلها عشان إنه أضيف للبراوزر. يعني أنت لو طلعت على الموضوع هنا على الجيت هاب، يعني التواجد تبعهم زي ما وضح هنا من 2016، من حتى قبل 2016 يعني على آخر 2015. يعني عدد الكونتريبيوترز عندك حوالي 1800 كونتريبيوتر، يعني هذا إشي مهول جدا. طبعا ال documentation فيها إنه هو documented، يعني إنه كيف إنه أنت تنزل وكيف إنه أنت تعمل بروجكت، ولكن تستغرق وقت طويل جدا. يعني الآن حورجي هذا الإشي في الدوكيومنتيشن، بينما لو فتحنا الفلو هاب تلاقي أنت عندك عدد الكونتريبيوترز 358. يعني طبعا عدد الستارز هنا 11,000، تمام. وهنا أنت عندك عدد الستارز حوالي 24,000. في المقابل لو فتحنا الكيوبر، على الجيت هاب، شوف قديش إنه هذه الكوميونتي أكتيف. فحتلاقي أنت عندك نفس الأم ألف لو تقريبا 11,000، وعدد الكونتريبيوترز يعني أقل شوية. يعني انت عندك الامل فلو 300، هذه 239، بتعتبرهم ان هم قريبين من بعض، تمام. طبعا الامل فلو والكيوبر فلو تقريبا طلعوا في نفس ورا بعض، يعني بديش اقول انه في فرق كتير كبير. انت في عندك هنا 2018 والامل فلو طلع في 2019. يعني طبعا في طلع غيرهم كتير، يعني انه زي هيك. طبعا هذا بيوضح انت عندك الاي والبي والسي زي الجريدنجز تبعت العلامات تبعت الطلاب. يعني الاي افضل حاجه، البي اقل والسي اقل، زي هيك. يعني لو ركزنا على على مقدار الماتشوريتي، يعني انه انت عندك الاير فلو الاباتشي اير فلو انه ماتشور اكثر شيء، يعني هو في نضوج اكثر شيء، ولكن النضوج ما وصل لمرحله انه يكون، يعني طبعا هذه الاشياء تقنيات حديثه ما وصل النضوج فيها لدرجه انه يعني كامله نقدر نقول انه هي في بدرجه ايه. طبعا انت عندك الكيوبر الكيوب فلو والأمل فلو تقريبا نفس الدرجة سي سي.
بالنسبة للبوبيولاريتي، لو احنا قارنا الثلاثة هدول، الاير فلو والكيوب فلو والامال فلو، الاباتشي هو بوبيولار اكثر شيء، والكيوب فلو والامال فلو نفس الدرجة تقريبا. بالنسبة للسمبليسيتي، هنا انه انت بتيجي انت عندك الفروقات السمبليسيتي، انت عندك الامال فلو، وفعلا هذه انا لمست هذه الشغلة بشكل كثير كبير، انه ابسطهم واسهلهم والليرنينج كيرف في عالي كتير. بعديها بيجي انت عندك الكيوب فلو، تمام، ولكن الاير فلو لا، بدك تكون سافي، يعني عندك مقدرة تقنية عالية، وانه يعني بتشتغل بايدك كل يوم عشان انت تقدر انه انت يعني تمشي مع الاير فلو، تمام. طبعا البايث اللغات يعني اللي موجودة احنا عندنا تقريبا كلهم بايثون ما عدا الارجو، بيعتمد على اليامل، تمام. طبعا هذا شرح الاشياء اللي احنا ذكرناها هذه. طيب لو انا بدي اركز، لو انا بدي استبعد الاير فلو بسبب انه السمبليسيتي تبعته انه لا مش بسيط، يعني شيء بده يعني مش كمبتدا انه انت ممكن تشتغل عليه، لو انا بدي اركز على الكيوب فلو والامال فلو، طبعا الكيوب فلو بيعتمد على الكوبرنت، هي عباره عن تول للديبلويمنت. الامال فلو هي عباره عن ستاند الون، يعني خلينا نبداهم واحده واحده. الامال فلو سبورتر تبعها هي الداتا بريك، طبعا الداتا بريك مش عارف اذا مرت عليك قبل هيك، هي عباره عن تكنولوجي للبيج داتا، تمام، Data and AI Company، تمام، هي اللي بتعمل support للأمل فلو بشكل أساسي. أما الكيوب فلو بشكل أساسي الجوجل هي اللي بتدعم هذه التقنية أو اللي هي اللي وراها. الآن المفارقة في الموضوع إنه كباكيج، إنه الأمل فلو بيجي أنا عندي كسينجل بايثون باكيج، وهذا الكلام انت بتلمسه في الانستوليشن، يعني انت بتيجي بتطلع هنا انت بدك تيجي تنزل شغله معينه، عفوا بدك تيجي تنزل الامل فلو، تعال تطلع هنا في الدوكيومنتيشن كيف بدك تعمل انستوليشن. ببساطه انه بدك انستول امل فلو ببساطه شديده جدا، بينما انت عندك في الكيوب فلو انت عندك هو عباره عن اوبن سورس او كومباينيشن لا اوبن سورس لايبرريز، بمعنى انه انت في عندك كومبوننت ثانيه بدك تنزلها بشكل اضافي زي بلاجينز عشان تسوي شغلات ثانيه. يعني على سبيل المثال هنا بالنسبه للكولابوريشن، هذه الشغله موجوده بيلت ان، بتقدر انت تعمل كولابوريت لوكالي وريموتلي، تمام، بينما هنا انه ممكن انه انت تعمل هذه من خلال كومبوننت اسمه ميتا داتا، تمام، واللي بيتطلب منك معرفه بالديف اوبس، انه انت تكون عندك الخلفيه عن الديف اوبس عشان انت تقدر تتعامل مع هذه الكومبوننت، تمام. فيعني انت لو طلعت هنا على الكيوب فلو، طبعا انت في عندك هنا العديد من هاي الكومبوننتس اللي انا بحكي لك عنها، يعني انت في عندك الداشبورد، النوت بوك، البايب لاين، التريننج اوبريتور، هدول كلها كومبوننت ما بتنزل بشكل ديفولت، انت بدك تنزلها عشان انه يعني انه انت يعني انه كاضافات موجوده انت عندك. طيب بالنسبه للكولابوريشن، الكولابوريشن لو انت شغال في تيم تقدر انه انت تعمل كولابوريت لوكالي وريموتلي، طبعا هذه الشغله ريموتلي معنى الكلام انه انت بدك تعمل سيت اب للماشين ليرنينج سيرفر بروجيكتس، تعمل ديبلوي عليه، بتعمل فيه تراكينج لكل الاكسبيرمنتيشن تبعتك، وبتكون انه من خلال داتابيز، او ممكن تكون الداتابيز لوكالي، يعني ممكن انا اورجي لك النقطه هذه عشان تستوعب الموضوع أكثر. يعني هنا إنه the quick start، تمام، طبعا هذا فيه له UI،
هنا للتراكينج بقول لك انت في عندك عدة سيناريو. السيناريو الاول معايا انت سمعني؟ تمام، معك دكتور. السيناريو الاول انه انت بدك تشتغل على اللوكال هوست، وهذه شغله كتير فليكسبل، انه انت ممكن مش محتاج انه انت سيرفر على الكلاود او شغله زي هيك. يعني انا ممكن اورجي لك البروجكت اللي موجود انا عندي هنا. بيكون انت في عندك عباره عن دايركتوري بينحط فيه كل الاشياء، الرمز اللي انت شغال عليها، هاي الرمز، وبتكون انت عندك موجود كل وحده بيكون لها اي دي، تمام، وبتسجل فيها المتريكس والارتيفاكتس والباراميتر كل الاوتبوت. معنى ذلك انه انت مش محتاج انه انت تقول والله هذا عباره عن الموديل فيرجن واحد، وهذا اللي بعد ما غيرنا الباراميتر كذا، كله بنحفظ انت عندك لوكالي هنا في هيستوري. فانت مش محتاج انه انت توجع راسك في الكود وتقعد تعمل تجرب اشياء عديده وانه كذا، لا، كل هذه الشغله تراك لوكالي انت عندك على الدايركتوريز. هذا السيناريو الاول. السيناريو الثاني انه برضه لوكال هوست، وبدها تكون انت بتستخدم الداتابيز الاس كيو ال لايت، والداتابيز تبعت الاس كيو ال لايت هي عباره عن فايل بيست. الخيار الثالث انه انت تستخدم التراكنج سيرفر، بتقدر تعمل له سيت اب وبتنزله وخلص، بتصير انت بتشبك انه على الاي بي تبعه، فبالتالي كل التراكنج هذه بتروح بتتسجل في الداتابيز تبعت الداتابيز سيرفر. فانت في انت عندك هنا عده سيناريو عشان انت تشتغل وتعمل كولابوريت، هي معنى الكلام انت عندك ريموتلي. طبعا ايزي تو تراي، يعني سهل جدا انه انت تعمل بروجكت بسرعه جدا ويجربه بدون اي وجع راس انه انت تعمل. بس هنا زي ما حكيت لك انه بتطلب منك انه يكون في عندك معرفه بالديف اوبس عشان تقدر تنزل الكومبوننت هذه، عشان تقدر تعمل كولابوريت مع زملائك، تمام. ففي المحصله انه ايزي كولابوريشن ان ريموت اور لوكال انفايرمنت، سواء كنت كانديفيديوال او كنت كتيم. لكن هذا يعني في الكيوب نت بيتطلب منك معرفه اصلا بالكيوبر نت. الكيوبر نت زي ما حكيت لك يعني حاجه زي الدوكر بالضبط، مش زي الدوكر، ولكن انه هي عباره عن يعني انه هي عباره عن اوبن سورس سيستم، يعني فور اوتوماتينج ديبلويمنت سكيلينج اند مانجمنت كونتينرايزد ابلكيشن. يعني انه بتكون الابلكيشنز انت عندك ضمن كونتينرز، والكونتينرز هدول بدك تعملها ديبلوي، والكونتينرز انت عارف شو معناه كونتينر، يعني كدوكر كونتينر يعني بتريحك كتير في الشغل انه كديبندنسي وشغلات زي هيك. يعني فبتطلب منك معرفه بهذه الشغله عشان تقدر انه انت تعمل كولابوريت. فبتطلب انه يكون في عندك انفراستراكشر عشان فعلا انه انت تبدا تشتغل عليها. لكن بينما هنا انه لوكالي ممكن يزبط معك الوضع، سواء كان اس كيو ال لايت فايل او سواء كان فايل بيست، بتكون الامور عندك يعني بدون اي وجع راس على الاخر. بالنسبه للديتا ساينس، طبعا هنا انه بوث انه بعمله انيبل للديتا ساينس اكسبيرمنتيشن، وهذه انا حفصل فيها في جدول ثاني تحت. يعني انه بمعنى انه انت ممكن تعمل انه تراكينج واركايفنج للموديل اللي موجود عندك. ف يعني هذه انه افضل شويه انه من ناحيه انه هي بتعمل لك سمبليفيكيشن للتراكينج والماشين ليرنينج مودلز، وبتسهل عليك انه انت تعمل هذه الشغلات انه بشكل فاستر اكثر من هذه الشغله. ممكن انا انزل تحت هنا انه يعني اوضح لك هنا الموديل اكسبيرمنتيشن وتراكينج. طبعا هذه الشغله انا ممكن اوضح لك اياها، انه هذه الفيتشر موجوده انت عندك على يعني انه كاكسبيرمنتيشن وتراكينج والموديل مانجمنت. التراكينج المقصود فيها انه والله الماشين ليرنينج موديل هذا انه الريزلت تبعته او الاكيرسي تبعته هل قد انه بتقدر تعمل التراكينج لكل الفيرجنز تبعت الماشين ليرنينج مودلز.
وبتقدر تحدد انه والله هذا البيست موديل، انه يعني والله انه مثلا على سبيل المثال انه هذا البيست موديل، هاي الاي دي تبعه كذا، خلص انه هذا هو اللي بدي اعمل له ديبلوي مثلا على سبيل المثال. هذه الشغله، هذه الفيتشر موجوده طبعا في الكيوب، في الكيوب فلو. هذه الشغله، هذه الشغلتين، ثواني بس عشان اخلي الميكروفون او يعني تجول، خليني اعمل ميوت وارجع. بس لا ما في مشكلة يعني، صح ثواني إزعاج خارج يعني مش بس ثواني متعودين بس، كلنا في نفس البلد. انا مش بعرفش احكي وفي صوت تاني معي، ثواني بس. خذ راحتك. تمام، فهذه الشغلات موجودة. يعني كنا نحكي إنه في موضوع إنه كفيتشر في موضوع الداتا بايبلاين، يعني وهو هذا المطلوب أكثر شيء. يعني هذه الشغلة إنه موجودة يعني بتسهل عليك الماشين ليرنينج لايف سايكل بشكل كتير كبير، فموجودة عند التنين. لكن إيش الزيادة عند الكيوب فلو؟ موضوعين، يعني اللي هو الأوركستريشن والأوتوميشن. الأوركستريشن يعني إنه أنت تعمل تنسيق بين الستيبس تبعت الماشين ليرنينج مودلز، وانه تقول له انه والله لما يصير كذا ايفنت معين بدك تشغل شغله معينه، يعني زي هيك انه تعمل اوتوميشن. يعني بمعنى انه تخيل انت عندك داتابيز معينه، تمام، او مثلا ستورج معينه موجوده على الكلاود، انه والله لما يصير في ابلود لفايل على الكلاود هذا بدك تعمل تريجر لايفنت معين انه يشغل ستيب معينه في الماشين ليرنينج بايب لاين. طبعا هذه الشغله موجوده يعني في الكيوب فلو، وهذه الشغله انا شفتها في الازور بايب لاين. يعني انت ممكن تعمل اوركستريشن في الازور بايب لاين. في الامل فلو لا، بدك انت تعمل الشغله هذه، انت تبرمجها بايدك عشان تعمل الشغله هذه. طب لكن انت ما تتخيل انه الوضع سيء جدا عندك في الام ال فلو، لانه يعني خليني اورجي لك هنا. في الماشين ليرنينج بروجكت في بيلدينج مالتي ستيب ورك فلو، اعتقد انه ممكن اورجي لك اياها هنا في الكيت هاب. هذا كيوب فلو وهذا عم الفلو. هنا في الاكزامبلز، في الاكزامبل عندي مالتي ستيب ورك فلو. في المالتي ستيب ورك فلو في الرسمه انت بتيجي، انت عندك يعني انت بتقول له بعد ما تخلص الخطوه هذه شغل الخطوه هذه، بعد ما تخلص هذه الخطوه شغل الخطوه هذه، وبعد هيك انت بتعمل لي تريننج للموديل زي هيك. يعني بهذا الشكل انت بتعمل يعني هاي ماشين ليرنينج بايب لاين، يعني انه مالتي ستيب انت عندك. فلاحظ انه كل وحده انه عباره عن فايل، انت عندك هذه لود للرو داتا، في عندك هذا المصطلح الاي ال تي اللي هو اكستراكشن ترانسفورميشن لودينج، اللي هو اي ال تي يعني بيعمل لك الداتا، بيحول لك اياها من فورمات لفورمات ثاني، فبعمل ترانسفورميشن للداتا. وعندك هذه الباركت، هذا عباره عن داتا فورمات بتقدر تعتبره زي الجيسون، فهو بيحول من سي اس في للباركت فورمات. تمام، طبعا هذا انت يعني الستيب هذه انت بتعملها رن على اباتشي سبارك بلاتفورم. بعديها انه هنا بتروح انه ال ALS اللي هو بتعمل رن لهذه الستيب انت عندك على الاباتشي سكور على الاباتشي سبارك،
وبتعمل ران للماشين ليرنينج لايبريز موجوده هناك، انه تعمل لك استيميشن لبعض الشغلات عشان تعمل فيتشر سيلكشن يعني على سبيل المثال، تمام، وتعمل فلترينج للبيانات الموجوده انت عندك. بعد هيك نتيجه الفلتر يعني الترانسفورميشن والفلتر اللي انت عملته بدك تمرره للتريننج تبع الكلاس، وبالتالي انت بتقول له انه ياخذ لك الاوتبوت تبع هذه الستيب، انه تدخل كانبوت في هذه الستيب بهذا الشكل. لكن زي ما حكيت لك انه افترض انه على سبيل المثال انا في عندي انه انا بدي اعمل مثلا تريجر معين لتريجر هذا او اوركستريشن معين. ايش يعني اوركستريشن معين؟ يعني بمعنى انه لما يصير انسيرت لرو في الداتابيز اعمل لي 1 2 3، لما يصير مثلا بوست لتويت بتحتوي على هاشتاج معين روح اعمل لي 1 2 3 وصنف لي اياها كذا. لا، هذا بدك تبرمجه انت بالبايثون بايدك، بينما الشغله هذه موجوده الاوركستريشن موجود انت عندك بشكل اسهل، والاوتوميشن بشكل اسهل في الكيوب فلو. وزي ما حكيت لك موجود في شغلات يعني مدفوعه للكلاود زي الازور داتا فلور، يعني اسمه داتا فاكتوري فلور، يعني انه تقدر تعمل بايب لاين على الازور كلاود بلاتفورم. طيب يعني ما فيش نيتف سبورت للداتا بايب لاين بشكل يعني موضوع الاوركستريشن تحديدا، ولكن هنا بيست على الكوبرنت ممكن انت تعمل اوتوميشن للشغله هذه. فبتقدر تعمل سبورت للهايبر باراميتر تيونينج والاوتو سكيلينج باستخدام النود كومبوننت. زي ما حكيت لك نرجع هنا لموضوع الكومبوننت في الام ال فلو، لانه مش ستاند الون باكج هي، تمام. فبتقدر تعمل سكيجولينج واوركستريشن معين، انه والله ترتب الاحداث عندك لما يصير كذا تعمل جدول لحدث اعمل لي 1 2 3 زي. طبعا الموديل مانجمنت الاثنين عندهم نفس الفيتشر اللي هو بتقدر تعمل اركايف للمتريكس كلها، كل الموديل هيستوري، كل النتائج انت بتحفظها، كل الباراميتر تحتفظ لهيستوري لها واركايف لها، بحيث انه انت ممكن انه انت كتراك كفيرجنينج كنترول ترجع لاي موديل فيرجن انت بدك اياه، تمام، وترجع لأي ارتيفاكت انت بدك اياه. ارتيفاكت اللي هي الاوتبوت اللي بتكون موجوده بتطلع انت عندك من الاكسبيرمنتيشن. اخر حاجه بالنسبه للهوستنج، زي ما احنا حكينا يعني حكينا دردشنا المره الماضيه بخصوص موضوع الهوستنج للماشين ليرنينج موديل، انه انت ممكن انه انت تعمل له هوست كاي بي اي، يعني واستخدمنا الفاست اي بي اي. يعني انا افترضت انه الموديل موجود جاهز عندك وخلص بتعمل له هوست بالاي بي اي. هذه الشغله بالنسبه ل يعني او هذه الستيب انت بالنسبه لك بالنسبه للماشين ليرنينج بايب لاين سواء الام ال فلو والكيوب فلو، يعني انت عندك يعني ايزي ستيب. فممكن انه انت تقول له انه الموديل هذا بدك انه تعمل لي سيرفينج له من خلال اي بي اي ان بوينت. هذه الشغله او الخطوه سهله جدا، تقول له بس انه الموديل هذا بدي اياه انه تعطيني اند بوينت، بعطي لك اياه وبس بتعملها كونسوم بشكل مباشر، تمام. يعني هاي اكثر الفروقات بشكل اساسي. يعني انا بصراحه يعني ميال اكثر للام ال فلو وخضت فيها، يعني انا يعني اشتغلت عليها على الفي اس كود وعملت بعض الاكسبيرمنتيشن. فممكن انه يكون في عندنا جلسه خاصه للام ال فلو اذا انت حابب هذا الخيار، لانه انا فعلا يعني هذه الشغله بالمناسبه مطلوبه مني في الشغل. فمطلوب مني انه انا اعمل امبروفمنت لموديل معين وبدي اعمل تراك للهيستوري، فانا بدي استخدم الام ال فلو، كان هي برضو لها ريكومنديشن من زميل لي في الشغل. فميال لها اكثر من الكيوب فلو، لانه زي ما حكيت لك الكيوب فلو بتطلب منك شويه انفراستراكشر تكون موجوده عندك وشويه يعني معرفه متقدمه في الديف اوبس عشان تقدر انه انت تتعاطى معها. ف
ممكن انا ارتب لك اكزامبل بناء على اليوز كيس اللي انا بشتغل عليها، انه يعني انه انا بدي اسجل حاله الموديل، او يعني حاله الموديل انه قبل، يعني قبل الامبروفمنت بدي اعمل له تيونينج معين واسجل الهيستوري كلها واعمل له ديبلوي. فاللايف سايكل هذه كلها ممكن انا اشرح لك اياها في مثال. يعني اللي انا بدي اسويه، راح اخذ مثال امثله من الامثله الموجوده هنا. يعني بالمناسبه، يعني انت لو تطلع هنا على الموضوع، انت عندك هنا في التوتوريال اكزامبلز، يعني هنا عاملين لك يعني تقدر تربطها مع اي تكنولوجي موجوده هنا. زي مثلا الاتش 2 او هي عباره عن كلاود تكنولوجي، ممكن من خلالها انه انت تعمل يعني ماشين ليرنينج مودلز، كيراس، بروفيت، باي تورش. في عندك الاسكيلر، في عندك ثلاث امثله موجوده لها، سبيسي للناتشورال لانجويج موديلينج، اكس جي بوست. فانت زي ما تشاء، والتنسر فلو هي موجود محطوط لحاله. فانت عندك كتير تكنولوجي محطوط عليها امثله بهذا الشكل. طبعا انا المثال تبعي يعني هو مبني على الهاكينج فيس، يعني هو يعني عباره عن ماشين ليرنينج موديل موجود، يعني انه بري تريند موديل، اعتقد انه هو الاساس تبعه باي تورش. فانا هاخذ تقريبا وصفه من هنا وحاعدل عليها على الموديل تبعه واعمل اللايف سايكل كلها، وممكن انا اعمل لك برزنتيشن لليوز كيس هذه لو انت حابب. يعني بالاضافه للمالتي ستيبس اللي يعني وضحناها هنا في الجيت هاب، لو انت حابب انه يعني انه انت تجربها، يعني برضو اتس اوكي. يعني اللي احنا شفناه عندنا الورك فلو، عندنا الاكزامبلز المالتي ستيب ورك فلو هذه. ف يعني بتصور ما بعرف، يعني انت شو رايك في الموضوع او شو الفيدباك انت عندك فيه؟ تمام، أول شيء يعطيك العافية دكتور، وللأمانة يعني صراحة رائع وتحضير ممتاز. هل قلت بس ممكن ثواني أخذ منك الشير؟ بدك أوكي واضحة عندي الشير أنا؟ نعم تمام. هل قلت بس إحنا الفرق بين الكيوبر إتس والأمل فلو، انه في شغله مشتركه انا شفتها في الكيوب نت، في الكيوب فلو عفوا، والتنسر فلو. اعتقد حتى الكيوب فلو لما رحت على كورسيرا مره حضرت توتوريال، في عندك يو كورسيرا يو كنت داخل في توتوريال معينة، كانت على ما أعتقد الكيوب نت بيستخدم الأباتشي بيم أو الأباتشي بشكل عام، يعني حتى مبني على الأباتشي اللي أنت بتحكي عنه في البداية. فهذه الشغلة لقيت بس وجه شبه وحيد بينهم، اللي هو قصة الأوركستريتور بين الكيوب فلو والتنسر فلو. صراحة قصة الأوركستريتور بشكل عام في البايب لاين أو في تتبع الموديل، خلينا نحكي الأم أل موديل أو حتى في الداتا ساينس، بعطيك إضافات وفيتشرز يعني تتصورهاش بشكل كبير وضخم جدا وموسع. يعني بتعمل تراكينج، وزي ما أنت قلت بتعمل أوامر معينة أو بتنفذ خطوات معينة، وأنت خلص معطي هذه كل الأوامر وهو لحاله بيصير، يعني بس أنت بتصير بتتبع البيانات. التراكينج موجود، لكن التريجر، أنت قصدك التريجر هو اللي مش موجود، يعني إنه التريجر بيريح فعلا كتير. يعني صحيح،
وغير اصلا الحاجات اللي موجوده اصلا في ال، ثواني بس اشوف انا اتذكر ايش اسم الكورس اللي كنت ماخذه. اعتقد هاد أعتقد هذا آه. تشوف الهيستوري تبعك الكورسات اللي انت حضرتها اذا انت حضرته. تمام. هاي هاي الكورس بشكل عام كان بيحكي عن جوجل كلاود، كيوب فلو، والاي اي بلاتفورم، والام ال فلو. هو انا يعني بس هاي الفكره انه جذبني قصه انه كنت مستذكر هذا الاشي بالاضافه للتي اف اكس. فكان في المجمل، هو بس كان يعني عباره عن ستيبس هذا الكورس. في اول ستيبس بين انه يعني التي اف اكس كان متقدم عنهم كلهم بجانب واحد، ولكن زي ما انت قلت في بدايه الشرح انه احنا بدناش نعتمد على، خصوصا كوننا ستارت ابس، بدناش نعتمد كل الاعتماد على شيء اوبن سورس او شيء كلاود، يعني ممكن انها تصير تكنولوجي مشكله. واحدة، يعني انه بدك اشي بزبط مع كل التكنولوجي اللي موجودة عندك، يعني ممكن انت تربطها بالازور وممكن تربطها بالاي دبليو اس. يعني تمام فبالمناسبة يعني لما ارجع اعمل شير للشاشة عندي ممكن اوجه لك يعني في بعض الاكزامبل انه انت كيف تعمل ديبلوي على الازور، يعني الاشي انت خلص بعد ما تخلص تعمل ديبلوي على الازور، يعني على الشغلة هذه. تمام فالكيوب فلو اعتقد ايامها كانت نوعا ما ممتازه مقارنه في التي اف اكس والحاجات هاي، ولكن قصه المهمه بالنسبه لي في البايب لاين اللي هو الاوركستريتور وتتبع البيانات بشكل عام وتنفيذ اوامر. فهاي الشغله ما لقيتها في الام فلو. طبعا مشكوره على جهدك بالنهايه، صح انه سهل في التعلم، ولكن احنا بدنا شيء انه يفيدني كمان لقدام. انه لا صح ممكن أن يكون صعب في الفترة الأولى وإشي زي هيك، ولكن بعد الإتقان راح يكون في خيارات أحسن وخيارات أفضل من الموجودة. فأنا يعني بناء على توصياتك إنه تي اف اكس بدنا نخليها لقدام أو بدنا نسيبنا منها، فما عندي مشكلة. لكن ميال أكثر للكيوب فلو. صحيح، يعني تمام، ما في أنا مشكلة. شايف إنه الفيتشرز اللي فيه والخدمات اللي فيه إنه أكثر وأوسع، يعني أكثر من شغلة ممكن إنك تربطها وأكثر من شغلة ممكن تستفيد منها، وإن ما استخدمناش كلها هلقيتها لا ممكن لقدام أنا لحالي أو إنه أطور من نفسي إنه ألاقي كل الاستخدامات تبعتهم. تمام. طيب يا خليني بس ستوب ريكوردينج.